والصلاة صباح والسلام عمرو. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم تشرفنا بزيارة الأخ أبو فيصل والأخ أبو خالد، فأهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أبو فيصل حياك الله الله في يحييك مزرعتنا ويعطيك العافية، وشرفتونا والله. الله يشرف مقدارك إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، مزرعة متكاملة ما شاء الله، الله يعطيك خيرها إن شاء الله، يصرف شرها ما شاء الله. من جميع الثمار عندك، الرمان ولا والتفاح واللوز، ما الله يعطيك الصحة والعافية ويوسع عليك إن شاء الله. شيء صراحة مرتب، شيء نظيف، وعندك شايف ما شاء الله عندك مشتل كمان يعني تبيع فيه، والله يرزقك إن شاء الله. شيء يعني صراحة شيء بيض الوجه، الله يرزقكم ان شاء الله. وهذه الزرع هذا وش هو؟ هذا الذرة، هذه والله ما الذرة، شاء الله الذرة الصفراء المعكوفة، يسمونها الذرة الصفراء المعكوفة. ما شاء الله، طبعا السبل في هذا حقها؟ اي نعم، السبلة تجي معكوفة. ما شاء الله، هذه ذكرتنا بأيام زمان يعني. الله اكبر، هذه ايام اجدادنا طبعا. ابو خالد الله يبارك حياك لك، الله، يا مرحبا الله ابو يبارك خالد، لك، والله يبارك شرفتنا في مزرعتنا. والله يزيدكم بركة إن شاء الله ورزق، ويبارك في رزقك وفي عيالك يا رب. اللهم ما شاء امين، الله تبارك الله، الله يزيدكم من رزقه يا رب. يا مرحبا حياكم الله الله يبارك، وشرفتونا، الله يبارك. ويا هلا وسهلا ويا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الحمد لله، يا رب لك الحمد، من فضل الله سبحانه وتعالى. الله يا يزيدكم. مرحبا يا مرحبا. والله احنا ندعو جميع من يشوف المقطع هذا يزور المزرعة، يستفيد من الزراعة هنا، فإذا حب شتلات يشتريها ما شاء الله تبارك الله، يعني مشتل متكامل يعني في جميع الشتلات. فحقيقة ندعو من المكان هذا أي واحد يعني له رغبة في الشراء، له رغبة في يوسع صدره، يجي عند أبو مالك هنا ما شاء الله يا تبارك الله. مرحبا، صدورنا وقلوبنا مفتوحة، والله يحيي الجميع. سلام، يا مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.